الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير مدينة جريدة الشروق. أستاذ عماد برحب بحضرتك. أهلا بك يا أخي. أهلا بحضرتك أستاذ عماد. بداية نتحدث عن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة بورسعيد وبالتحديد في منطقة شرق بورسعيد. تمام. بطبيعة الحال هي تندرج في إطار الافتتاحات والجولات التفقدية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة طويلة، وزادت وتيرتها في الفترة الأخيرة لأنه كان هناك مواعيد يعني مرتبطة بانتهاء هذه المشروعات في هذه الأيام. وأنا أظن أنه يعني لو احنا لاحظنا كان السيد الرئيس موجود في افتتاح عقل ظهر قبل حوالي شهر، وموجود في سيناء لافتتاح قاعدة شرق القناة، والنهاردة مفروض الأساس أنا أظن أنه هو شرق بورسعيد لتفقد بعض المشروعات الخدمية. هذه المشروعات هيبقى فيها أظن ممكن يبقى فيه تفقد منطقة شرق بورسعيد، البناء البحري والمزارع الصناعية والمزارع السمكية. ربما هذه المشاريع بتدخل في إطار تنمية سيناء أستاذ عماد. نعم لا أسمع السؤال أسف. ربما هذه الجولة أو ربما هذه المشاريع بتدخل في إطار تنمية سيناء الذي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالضبط، منطقة شرق بورسعيد أو يعني ده هي جزء أساسي في عملية التنمية الخاصة بمنطقة سيناء، لأنه كما تعلم ده الجناح الشمالي الغربي لسيناء، ومفروض ده هيكون جزء أساسي في عملية تنمية منطقة قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبار أن فيها يبقى فيها جزء خاص بالسفن دي اللي على رأس البحر المتوسط. وظني أن هو بانتهاء العمل في هذه المنطقة وتحقيق ما تم الإعلان عنه، أنا هيكون في نقلة حقيقية في هذه المنطقة وفي إقليم قناة السويس تماما، وبالتالي المساعدة والمساهمة في تنمية سيناء. نتكلم عن المنطقة دي خاصة، وإن المنطقة دي وعدة الاستثمار أستاذ عماد، وفي مستثمرين كتير جدا المفروض من الفترة الجاية إن هم يعني يكون في مشاريع خلال الفترة الجاية، وإحنا كمان شفنا زيارة الوفد السعودي خلال الفترة اللي فاتت، وربما يكون هناك مشاريع خاصة بهذه المنطقة. لو إحنا بنتكلم فقط على شرق بورسعيد فده يعني جغرافيا المدخل الخاص بقناة السويس من ناحية بورسعيد. وبالتالي المدخل ده يعني تخيل انت السفن دي اقرب منطقه الى اوروبا، وبالتالي السفن اللي جايه من اوروبا داخله قناه السويس لما يكون عندك ميناء بحري مهم، لما يكون عندك ميناء لاصلاح السفن، ما يتعلق باللوجستيات بتاعت السفن كلها، ده شيء في غايه الاهميه. وهذا المشروع سبق ان احنا حاولنا نعمله لكنه تعثر للاسف الشديد ايام الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. وبالتالي عندما يكتمل هذا الموضوع احنا نحن راينا، كنت رايت وشفت حجر اساس اللي حطه الرئيس تمام قبل حوالي سنه، لما يكتمل هذا المشروع سيكون مشروع عظيم بالفعل لمصر. نمره اثنين ان شاء الله سيكون جزء من سيناء، لانه كما تعلم هذا هو برضو ايضا مساحه الالتقاء ما بين بورسعيد وسيناء في هذه المنطقه. تمام، ننتقل إلى موضوع آخر وهي الانتخابات الرئاسية في الخارج. عايز أعرف حضرتك انطباعك إيه، خاصة إحنا شفنا في اليوم الأول إقبال كثيف جدا في جميع السفارات بدول الخارج. نعم، للموضوعية نعم هناك يعني بالنسبة لي الأمر يعتبر لحد ما مفاجأة، كان ظني أن الإقبال لن يكون بهذه الكثافة باعتبار أن عدد كبير من الناس حتى المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي سيقولون أن النتيجة محسومة، وبالتالي ما هو الداعي للنزول؟ اللي حصل اللي شفناه إمبارح في طوابير طويلة وممتدة في العديد من العواصم العربية والعالمية بتدي إشارة مهمة أنه الناس خالفت هذه التوقعات أو خالفت ما كان يظن فيه عدد كبير من العالميين أو بعض المراقبين، ودي إشارة جيدة. المشاركة في حد ذاتها بغض النظر عن بيصوت لمين ده شيء جيد، لأنه بيدي إحساس أنه المواطن قرر أن يشارك ويقول كلمته. تمام، شكرا ليك أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا ليك.